انظر طريقة سقوط هذا النيزك. هذا النيزك الذي يهوي يحدث هذه الموجات الاهتزازية والارتجاعية ويحدث هذا الدمار، يشبه طريقة اقتراب ثقب أسود هناك على اليمين من كرتنا الأرضية، هنا على هذه الكرة الأرضية. نعم. أول ما يجذب ويهوي هو الغلاف الجوي كما ترى. الله أكبر. يجذب الغلاف الجوي إليه، هنا الثقب الأسود على اليمين. واضح. وتبدأ الحرائق وارتفاع درجات الحرارة، ثم يبتلع هذه الكرة الأرضية وكأنها عجينة أو كعكة، وتختفي وتزول مع من عليها. يا الله يا الله. هذا الكتاب النير بالنور، هل يبشر آياته فيها الهدى؟ أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر؟ هو خاتم الكتب التي من عند ربي تبشر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. جل الحكيم القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة حول أنزله بعلمه. يسعدنا في هذا اللقاء المتجدد أن نرحب بفضيلة عالمنا الباحث الكبير الدكتور عبد الدائم الكحيل. مرحبا بكم في هذه الحلقات المصرية. أهلا وسهلا بكم وجزاكم الله عنا كل خير. بارك الله فيك دكتور. كما تعودنا نبدأ كل حلقة يعني معظم حلقاتنا بسؤال صادم. نعم. يقوله بعض المشككين كشبهة، ولكن إن شاء الله نرد عليه ردا قاطعا. ماذا لو أن الحقائق التي نتكلم عنها في الإعجاز العلمي، هذه الحقائق الثابتة تغيرت، ماذا يكون الموقف وكيف تعالج تلك القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة هذه شبهة تثار كثيرا. جميل. للابتعاد عن الإعجاز العلمي، للأسف هناك من لا يفهم الإعجاز العلمي، لا يقول لا أفهم، ماذا يقول؟ لا نحتاج الإعجاز. إذن وهذا تجني على كتاب الله، أنت لا تدري هذا القرآن ما يحوي من كنوز. نعم. نعم. منهم من قال إن القرآن كتاب هداية وليس كتاب علوم وكيمياء وطب وفيزياء. من الذي أنزل القرآن؟ هل أنت أنزلته أم الله تعالى؟ سبحانه وتعالى. هل أنت اطلعت على كل علوم القرآن لتقول هو كتاب هداية؟ ثم إن الهداية تتخذ أسبابا وأشكالا ووسائل وطرق. نعم. وأحد أهم أساليب الهداية هو المعجزة. نعم. التي استخدمها الأنبياء معظمهم. صحيح. لإقناع قومهم بصدق دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. دي حقيقة لا جدال فيها. نعم. نعم. وبالتالي نحن الآن في عصر العلم، فلا بد أن نصل إلى غير المسلمين من خلال هذه الحقائق التي يفهمونها جيدا، من باب كلموا كل قوم بلغتهم. عصر العلم. نعم. نعم. الحقائق القرآنية ثابتة، ولكن الكلمة القرآنية تحمل الكثير من المعاني المتجددة، حمالة وجوه. نعم. نعم. وبالتالي كلما اكتشف العلم شيئا جديدا حول هذا المعنى أو هذه الكلمة، تجد هذا المعنى في الكلمة، ثم يكتشف العلم شيئا جديدا تجد معنى ثاني في الكلمة ذاتها. سبحان الله. بالعكس، هذا مزيد من الإعجاز، هذا لصالح الإعجاز العلمي وليس ضد الإعجاز. وليس ضد الإعجاز. جميل. سنبدأ بمثال بما بدأت به. مثال عملي. والنجم إذا هوى. أيوة. ما ضل صاحبكم وما غوى. سبحان الله، الربط العجيب يعني بين سبحان النجم الله. وبين سبحان النبي. سبحان الله. متى نزلت هذه السورة؟ بعد المعراج، عندما عرج النبي صلى الله عليه وسلم. صح صح.
فأقسم الله بظاهرة كونية نراها اليوم على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، ولم تكن معروفة في قريش وفي حديثا الجزيرة. فقط حديثا اكتشفت. كيف يمكن للنجم أن يهوي؟ سبحان الله. فهمها العرب سقوط النيازك. نعم. وجاء الملحدون المبطلون ليشككوا وقالوا إن النجم يختلف عن النيزك. كيف تقولون إن النيازك تهوي وتعبرون عنها بالنجوم؟ قضية خطيرة، وهذا خطأ علمي. أيوة، تشكيك ده. كيف نحل هذا الخطأ إذا ابتعدنا عن الإعجاز العلمي؟ أخبرني. لا نستطيع. نعجز. يجب أن نذهب إلى الكون ونرى الحقائق لنرد هذا الباطل. طيب، النجم معروف في القرآن مثل الشمس، هي نجم صحيح، يزن مليارات الأطنان، فرن نووي ملتهب يبث الحرارة والضوء، والشمس هي نجم صغير في الكون، هناك شموس تبلغ 20 مليار ضعف الشمس. الله أكبر، سبحان الخالق. حجمها هي جسم واحد فقط. نعم. أشياء مذهلة في الكون. الآن كيف نفهم هذه الآية اليوم؟ الله أكبر، كيف نفهمها اليوم؟ جميل. بناء على الحقائق العلمية. جميل دكتور. سخر الله باحثين كثير منهم ستيفن هاوكينج الذي توفي مؤخرا، هو صاحب فضل في هذا الموضوع، في نظرية الثقوب السوداء التي أصبحت اليوم حقيقة علمية. ماذا قال؟ هذه الثقوب هي عبارة عن نجوم. أيوة. أكبر من الشمس بخمس أو ست أضعاف، ممكن مئات الأضعاف. جميل. نجم كبير جدا. نعم. طبعا على فكرة الأرض أصغر من الشمس ب 333,000 مرة. إذن هذه الشمس تتسع لأكثر من 333,000 كرة أرضية ككرتنا، والشمس يعتبرها العلماء نجم هادئ صغير وادع في هذا الكون. هناك نجوم عملاقة أكبر بملايين المرات. سبحان الله. المهم أن هذا النجم الكبير يموت ويستنفذ طاقته، فكيف تموت النجوم؟ لا تموت. العلماء يقولون موت النجوم، وهذا المصطلح خاطئ تماما، لأن النجم لا يموت، يتحول إلى نجم شرس جدا، مضغوط جدا، عجيب، وفي حجم صغير جدا، تختفي الفراغات بين الجزيئات المكونة للذرة. الذرة معظمها فارغ كما نعلم. نعم. إذا اختفت الجزيئات وانضغطت المادة فقط، فإنك تجد مثلا كرة صغيرة بهذا الحجم سوف تزن وزن الكرة الأرضية. الله أكبر. يعني الآن الأرض كلها إذا حذفت منها الفراغات يبقى منها كرة صغيرة فقط. لا إله إلا الله، سبحان الله. هذا شيء عجيب، ومن يعني لأول مرة نسمع بهذه المعلومات القيمة التي يعني تعطينا وتوصل إلينا شعورا أن الإنسان حقيقة صغير جدا في هذا الكون. نعم. ومع ذلك عزيزي المشاهد، نجد بعض خلق الله يتكبرون ويفترون ويظلمون وهم لا شيء، أنت كحبة رمل بالنسبة للأرض، والأرض حبة رمل بالنسبة للشمس، والشمس بالنسبة لشموس أخرى حبة رمل في صحراء. لا يسعني إلا أن أقول سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى، سبحانه وجل في علاه. أنزله بعلمه. كما تسبح الطيور في السماء وكما تسبح النجوم والكواكب في السماء، نسبح أعزائي المشاهدين مع عالمنا الجليل، ونستكمل السباحة في علوم الكون وعلوم القرآن. ومعك الدكتور يعني نستكمل هذه الرحلة الإيمانية. قلنا في المقطع الأول إن النجوم فسرت خطأ من قبل البعض، اعتبروها على أنها النيازك تهوي. نعم. واتخذ هذا الملحدون تشكيكا في القرآن. صحيح.
ولكن بعد اكتشاف الثقوب السوداء التي هي أثقل من الشمس بملايين المرات وتشغل حيزا ضيقا جدا أصغر من الأرض بكثير وكتلتها هائلة، إذن هذه النجوم ماذا تفعل؟ يعتبرونها مقابر كونية، أي نجم يقترب منها مباشرة سوف يهوي إلى هذا الثقب الأسود ويبتلعه هذا الثقب خلال لحظات، وكأنه يبتلع قطرة ماء. سبحان الله أكبر. واتجاه الحركة باتجاه مركز الثقب تماما مثل الحجر الذي يهوي على الأرض باتجاه مركز الأرض، أيضا النجم ينجذب ويهوي لأن مجال جاذبية الثقب الأسود قوي كبير لدرجة أنه لا يسمح حتى للضوء بمغادرته، لذلك هو لا يرى أبدا. هذه الصفة الأولى، لا يرى. نعم. الصفة الثانية أنه يجري بسرعات مذهلة في الكون. سبحان الله. والصفة الثالثة أنه يكنس ويشفط وتهوي إليه النجوم ويبتلع أي شيء يقترب منه بسبب جاذبيته المرعبة. الله أكبر. سبحان الله. حتى إن أرضنا لو اقتربت يمكن أن يبتلعها بطريقة بسيطة جدا، يمكن أن نرى إذا أحببت. الله أكبر. يريد عملية صورة تصويرية، يعني جرافيك. نعم. لتخيل أو تخيل إذا اقترب ثقب أسود من الأرض، الله أكبر، وعلى مسافة هائلة جدا، ماذا يمكن أن يفعل بكوكبنا هذا؟ هنا نرى أمامنا نيزك يهوي إلى الأرض. انظر طريقة سقوط هذا النيزك. هذا النيزك الذي يهوي يحدث هذه الموجات الاهتزازية والارتجاعية ويحدث هذا الدمار، يشبه طريقة اقتراب ثقب أسود هناك على اليمين من كرتنا الأرضية، هنا على هذه الكرة الأرضية. نعم. أول ما يجذب ويهوي هو الغلاف الجوي كما ترى. الله أكبر. يجذب الغلاف الجوي إليه، هنا الثقب الأسود على اليمين، واضح، وتبدأ الحرائق وارتفاع درجات الحرارة، ثم يبتلع هذه الكرة الأرضية وكأنها عجينة أو كعكة وتختفي وتزول مع من عليها. يا الله يا الله. إذن أصبح لدينا حقيقة أن النجوم تهوي في هذا الثقب. نعم. قال تعالى والنجم إذا هوى، ليس النيزك، النجم. ما ضل صاحبكم وما غوى، صلى الله عليه وسلم، انطلق بك من الكون لإثبات الرسالة، ليس العكس. تأمل هذه نقطة مهمة. القرآن دائما يأخذك إلى الكون تنتهي بالقرآن. جميل جميل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الملحد، عندما رأيت هذا النجم وهو يهوي، رأيته بعينك وسمعت حديث القرآن والقسم الإلهي والنجم إذا هوى، نعم، إذن لابد أن تدرك أن هذا النبي ما ضل وما غوى، صلى الله عليه وسلم. صلى طيب الله الآن وسلم. هذه النجوم، هل أشار الآن القرآن أشار إلى ظاهرة سقوط النجوم وابتلاع الثقوب السوداء؟ نعم. ولكن أين الحديث عن الثقب الأسود؟ صحيح. هل أغفل القرآن هذه الأجسام الهائلة جدا؟ ظاهرة خطيرة دي. نعم. هذه نرى، يمكن الفيديو التالي لنرى كيف أن النجم إذا انفجر، نعم، ثم انضغط على نفسه، بينهار على نفسه نتيجة قوى الجاذبية، أيوة، وتختفي حتى الفراغات بين الجسيمات الأولية في الذرة، بين الإلكترون والبروتون إلى آخره، تختفي. سبحان الله. هذا نجم ينفجر ويتحول إلى جسم صغير ولكنه نشط جدا جدا ومقبرة كونية يبتلع كل شيء. هذه النجوم الثقوب السوداء يقول العلماء لها ثلاث صفات أساسية. نعم. إذا أردنا أن نلخص كل ما كتب من آلاف الأبحاث حول الثقوب السوداء، استطيع أن أخرج أنا كباحث بثلاث صفات. جميل. ما هي؟ أهم صفة أنها لا ترى، لأنها تجذب ضوءها. نعم. قوى جاذبية هائلة. نعم. لا ترى. لا ترى.
يعني الضوء يستحيل أن تجذبه. صحيح. الثقب الأسود يجذبه لا يتركه يغادر. الضوء مفروض بيبقى شارد وهارب. نعم. هي تجذبه. الصفة الثانية تجري وتتحرك بمسارات ونظام دقيق وتبتلع هذه النجوم وإلى آخره. وتجري. إذن تجري. الصفة الثالثة أنها مختفية وتشفط مثل المكنسة الكهربائية. تكنس. تكنس. كما رأينا قبل قليل تكنس وتشفط. شفاط. نعم نعم واضح واضح. ويسمونها مكانس عملاقة. هذا مصطلح علمي. سموها نعم. مصطلح علمي مكانس عملاقة في الكون. ماذا قال القرآن إذن؟ القرآن لخص لنا هذه الصفات الثلاثة بثلاث كلمات فقط. سبحان المنزل. قال سبحانه وتعالى في سورة التكوير. أيوة. فلا أقسم بالخنس. مختفي. مختفي الوسواس الخناس لا يرى. جميل. الجواري تجري. الكنس تكنس. الله أكبر. بلاغة لا يمكن للبشر أن يعبر بثلاث كلمات. أنت إذا قلت لأي عالم ملحد اليوم عبر لي عن الثقوب السوداء بثلاث كلمات، أصلا التسمية خاطئة التي أطلقوها. لا يوجد شيء اسمه ثقوب سوداء. لماذا؟ لأن الثقب يعني الفراغ. هذه الأجسام هائلة جدا في وزنها. الشيء الثاني أن هذه النجوم بالإضافة إلى هذا الوزن الكبير جدا هي أيضا ليست سوداء، إنما لا ترى. من الخطأ أن تقول سوداء. نعم. لأن الأسود هو لون. نعم. ولكن ينبغي أن تقول هي أجسام لا ترى. لا ترى. القرآن لم يقل النجوم السوداء أو يستخدم اللون الأسود. نعم. قال الخنس أي التي لا ترى. نعم نعم. الخناس هو الشيطان لا يرى. إنه نعم. يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لا ترونه. اختفي. إذن الجواري تجري. الكنس تكنس. طيب بالله عليك يعني هذه العظمة. نعم. كيف نقول إنها حقائق تتغير أو لا تتغير ونحن نراها بأعيننا ونرى مصداقها في القرآن، مع إضافة أن المعنى سوف يتجدد في المستقبل، وهذه الآية لن تقف عند هذا المعنى، ستظهر معاني جديدة وتكون موافقة للآية. أن القرآن حمال وجوه. جزاكم الله خيرا دكتور عبد الدائم في هذه الحلقة الممتعة جدا جدا، ويعني سبحان الله يذكرنا كلام الدكتور يعني بكلمة في قلبي، يعني أريد أن أسأل كل من يسمع، من علم محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه النجوم ولم يركب سفينة فضاء يوما صلى الله عليه وسلم ولم تكن معروفة في عصره، كيف تكون هذه الدقة في وصف تلك النجوم كما جاء في الآية الكريمة؟ فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. سبحان الله، هذه المعجزات والآيات هي في الحقيقة أكبر دليل لهداية البشر وأكبر دليل على أن النبي محمد نبي أرسله الله تبارك وتعالى هداية للعالمين، وكما قال الله عز وجل في حقه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا. قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا. ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.